عليه أفضل الصلاة والسلام. أرحب بكم سيدات سادتي في هذه الجلسة لقراء عدد من الأوراق العلمية، والتي ستكون ستة أوراق. هذه الأوراق الست الأولى مع الأستاذ الدكتور خلود علي عريبي والأستاذ المدرس عبد الرحمن محمود، الورقة الأولى. الورقة الثانية للمدرس المساعد رونق محمد كاظم. الورقة الثالثة للأستاذ المساعد جعفر حسن جاسم. الورقة الرابعة للأستاذ صباح مهدي عمران. الورقة الخامسة لعدد من الباحثين وهم علي عبد الرضا رسول، الباحث حيدر حسين عبد عون، الباحث محمد عبد الرزاق حبيب، والباحث حسين محمد إبراهيم. الورقة السادسة ستكون للأستاذ المساعد الدكتور أزهار زاير جاسم. هذه الأوراق حسب الوقت المتاح عندنا، حتى نقسم الوقت بين الباحثين، فراح يكون لكل باحث 10 دقائق، لأن إحنا تجاوزنا الآن نصف ساعة من الوقت، فراح يكون 10 دقائق لكل باحث. أرجو من الأخوة الباحثين يلتزموا في الموعد المقرر، لأنه في بيان إحنا ما نقرأ الورقة بكاملها، لكن نبرز أهم ما تطرقت إلى الورقة من حيث الحدود الموضوعية، المنهج، أهم النتائج اللي توصلت إلها الورقة. فبالتالي للباحث اللي يريد يعني يعرف عن هذه الورقة ممكن أن يحصلها، وهي الآن مطبوعة بشكل ورقي. فأبدأ الجلسة مع أدعو الباحث الأول الدكتور خلود والأستاذ عبد الرحمن محمود في ورقة عنوانها تطبيقات الإنترنت الاتصالية في المواقع الإلكترونية للمكتبات الجامعية المركزية العراقية ودورها في إتاحة فرص مشاركة المستفيدين. الباحثان هم الأستاذ عبد الرحمن اللي راح يكون أنت تقريها حضرتك. الأستاذ عبد الرحمن الوظيفة الحالية معاون أمين عام المكتبة المركزية في جامعة تكريت وتدريسي في كلية الآداب قسم الإعلام. لديه العديد من الأنشطة العلمية، منها إعداد أطروحة الدكتوراه فلسفة في المعلومات والمكتبات، وهو محاضر في دورات التعليم المستفر في جامعة تكريت، محاضر في الدورات وورش العمل التي تقيمها الأمانة العامة للمكتبة المركزية في جامعة تكريت. ترأس العديد من اللجان العلمية في الأمانة العامة للمكتبة المركزية جامعة تكريت. أشرف على مكتبات الكليات في جامعة تكريت. لديه العدد من البحوث العلمية، منها المحتوى الرقمي لمواقع الحكومة العراقية، المكتبة المركزية العامة في تكريت، دراسة حالة المكتبة الافتراضية العلمية العراقية، دراسة تقويمية وقلق المكتبة، مدخل للتعريف من وجهة نظر عربية، وهو حاصل على شهادة الماجستير في علوم المكتبات والمعلومات ولقبه العلمي مدرس. تفضل أستاذ عبد الرحمن، لك 10 دقائق ونتمنى أن تلتزم في الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأساتذتنا الكبار وأهلا وسهلا بزملائنا الأعزاء. موضوع البحث تطبيقات الإنترنت الاتصالية في المواقع الإلكترونية للمكتبات الجامعية المركزية العراقية ودورها في إتاحة فرصة مشاركة المستفيدين. حقيقة لأهمية المواقع الإلكترونية وشبكة الإنترنت وما تتميز به من التفاعلية واللاجماهيرية وقابلية الانتشار وقابلية التوصيل، فبدت إنه العالم يتوحد في بيئة رقمية من أجل إيصال نشاطات وخدمات المكتبات والاستفادة من تعال استريح إذا تحب هنا تقعدها أمامك والاستفادة من البيئة الرقمية في إيصال أنشطة وبرامج المكتبة والخدمات اللي تقدمها، وبالذات الفهارس الإلكترونية اللي هي تعرض لنا وجميع مجموعة المكتبة اللي هي مصادر المعلومات سواء كتب أو أطاريح أو دوريات، إضافة إلى إمكانية إيصال الإحاطة الجارية والبث الانتقائي. المبحث الأول حقيقة هو الإطار النظري، تطرقنا به إلى مفهوم الاتصال وكيفية تتم تبادل المعلومات، وثانيا إمكانية مشاركة المستفيد من خلال تلك التطبيقات الاتصالية والمكتبات الجامعية في ظل البيئة الرقمية التفاعلية، إضافة إلى أهمية استخدام المواقع الإلكترونية للمكتبات
الجامعية بصفتها أنه بيئة رقمية ووسائل لإيصال جميع الأنشطة وبرامج المكتبة من مواقع إلكترونية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تثبت داخل هذه المواقع. البحث تم من الناحية العملية هو أنه أخذ أربعة فئات رئيسية اللي هي فئة الدعاية وما يتفرع منها، فئة الدعاية بالنسبة للمكتبة، إضافة إلى فئة مشاركة المستفيدين، وفئة توفر المعلومات على مواقع المكتبات الجامعية، إضافة إلى فئة شبكات الاتصال أو الاتصال الشبكي اللي هي اللينكات وروابط المكتبات الجامعية الأخرى، إضافة إلى رابط الفهرس العراقي أو رابط الفهرس العربي الموحد. يتفرع من خلال هذه الفئات الرئيسية فئات فرعية تقيس مدى خصائص التفاعلية في المواقع الإلكترونية. حقيقة أنه ما موجود في التمهيد هو شرح لما ذكرته، أنه مدى أهمية المواقع، مدى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، مدى أهمية التكنولوجيا الحديثة في إيصال المعلومات والنشاطات وتقديم الخدمات المكتبة بشكل إلكتروني، إضافة إلى الحصول على التغذية الراجعة من قبل المستفيدين للإطلاع على آرائهم من أجل تعديل سياسة ومنهج المكتبة وبرامجها اللي هي تصب في تحقيق أهدافها اللي هي صممت ووجدت من أجلها. مشكلة البحث تمت في من خلال طرح سؤالين: ما الأدوات الاتصالية التفاعلية توفرها هذه المواقع والتي تتيح إمكانية التواصل مع المستفيدين، وكيفية توظيف المواقع المكتبات المركزية الجامعية لتطبيقات الإنترنت الاتصالية التفاعلية بشكل يتيح للمستفيدين المشاركة لتقديم مقترحاتهم وآرائهم عن أنشطة المكتبة وخدماتها وخاصة فهارسها الإلكترونية. يسعى البحث من ناحية أهدافه إلى تحقيق التعريب بفاعلية الاتصال المواقع الإلكترونية المكتبات الجامعية العراقية عن طريق توفر أدوات تطبيقات الاتصالية التي تتيح للمستفيد المشاركة والتواصل مع المكتبة، إضافة إلى التعرف على مدى الاستفادة من المكتبات المركزية الجامعية العراقية من شبكة الإنترنت وتوظيفها في برامجها الاتصالية. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. في إطار هذا المنهج تم تصميم استمارة، ومثل ما ذكرت أنه قسمت هذه الاستمارة إلى فئات رئيسية أربعة وتتفرع منها فئات فرعية هي تقيس خصائص مدى التفاعلية، وتم أخذ عينة لأربعة مكتبات هي لمواقع أربعة مكتبات إلكترونية هي الجامعة المستنصرية وجامعة الموصل وجامعة كربلاء وجامعة المثنى. حكمت حقيقة هذه الاستمارة من قبل الأساتذة المحكمين هو الأستاذ الدكتور حسن النجار، إضافة إلى الأستاذ الدكتور هدى عباس قنبر ومن قسم المعلومات والمكتبات، والأستاذ الدكتورة إرادة زيدان من كلية الإعلام، والأستاذ المساعد الدكتور صفت حسام، والأستاذ المساعد الدكتور عبد الأمير الفيصل، والأستاذ المساعد الدكتور سالم جاسم محمد، واللي هم جميعهم من كلية الإعلام جامعة بغداد. حقيقة المقياس اللي هو استخدم في هذا البحث هو أنه الأربع فئات وتفرع من عدة فئات فرعية، في حالة وجود الفئة الفرعية داخل الموقع يشار لها بإعطاء قيمة رقم واحد، وفي حالة عدم توفرها يتم إعطائها صفر. أما النقاط التالية فهي تلقى الضوء على مفهوم عن عنصر المشاركة للمستخدم المستفيد في المكتبات الجيل الثاني، وهي أول وحدة مشاركة المستخدم يمكن أن تثري البرامج والخدمات التي تعرضها المكتبة المركزية، أي مشاركة المستخدم أو المستفيد في خلق وتقييم البرامج والخدمات التي توفرها المكتبة. اثنين، إمكانية توفير تقييم للمواد خلال الفهرس المباشر وموقع المكتبة الإلكتروني. ثلاثة، الواجهة يعني قابلة لتمكين المستخدم لعرض آراءه ووجهات نظره ومقترحاته على كل المحتوى الإلكتروني اللي موجود داخل الموقع. ورابعا، وضع التيجان أو وضع الميتا داتا للمواد أصبحت له حقيقة شعبية خلال مواقع الويب مثل أمازون، وتوسيم
والتوسيم أو وضع الكلمات المفتاحية لوصف مادة معينة يعطي المستخدمين القدرة على تعيين كلماتهم المفتاحية التي يملكونها بعيدا عن رؤوس الموضوعات التي يتم استخدامها بشكل تقليدي بواسطة أمناء المكتبات، وهذا لشخص الفهرس لمستخدمي المكتبة. وخامسا، قسم من المكتبات تسمح للمستخدمين القيام بكتابة المراجعات أو تقييم المواد من خلال اللي موجودة داخل الفهارس. الحصول على التغذية الراجعة حقيقة أمر مهم جدا من أجل تصحيح سياسة المكتبة والأخذ بآراء المستفيدين. التغذية الراجعة التي نحصل عليها حقيقة من العاملين في المكتبة لا تقل أهمية عن التغذية الراجعة اللي نحصل عليها من خلال المستفيدين. جميع الطرائق التي تساعد على مشاركة المستخدم والتي تستعمل لتحسين الخدمات الموجودة ولخلق خدمة جديدة للمكتبة. إذا كل ما يقدم الموقع من برامج أو من نشاطات والترويج إلها حقيقة هو يؤدي بالنتيجة إلى زيادة عدد المستفيدين إضافة إلى تحسين الخدمات، لأن إحنا نلاحظ حقيقة أكو وجود قطيعة ووجود عزوف عن المكتبات مالتنا، فلذلك نحتاج هذه الوسائل الرقمية وهذه الوسائل الإلكترونية من أجل الجذب والمستفيدين وإيصالهم إلى المكتبة للمشاركة وأخذ آرائهم وأخذ تطلعاتهم من أجل تحسين الخدمات، من أجل تحسين النشاطات والبرامج اللي تقدمها المكتبة، لأن هي هدفها الأساسي هي تقديم الخدمة إلى المستفيدين. عادة ما يكون في الصف الأمامي للتعامل مع المستخدمين هم العاملون في المكتب، لذا من الضروري اعتماد التعليقات التي سمعوها. زين، أي تعليقات سمعها هو العاملين في المكتب وإصالها إلى أصحاب القرار اللي هو يكون مدير عام المكتبة المركزية. أهمية استخدام المواقع الإلكترونية للمكتبات. تبحث المكتبات دائما عن طرق جديدة لنشر المعلومات وجذب المستفيدين، لا تعد المواقع الإلكترونية وسيلة إلكترونية مهمة تساعد المكتبات في تحقيق ذلك التواصل. تعتبر المواقع الإلكترونية من الأدوات المهمة في وقتنا الحالي لاستخدام الفهرس المباشر للمكتبة وقواعد بياناتها. تعد المواقع الإلكترونية للمكتبات الجامعية منتدى لأمناء المكتبات الجامعية مكانا مثاليا لنشر الأخبار والمعلومات. تساعد المواقع الإلكترونية طيب استنتاجين خلاص تعطينا استنتاجين لأنه الوقت ما تشاهد. أما الاستنتاجات اللي طبعاً هو تغلب الوظيفة الإعلامية على نمط التوظيف لمواقع الإلكترونية للمكتبات الجامعية، عينت الدراسة لأدوات التواصل مع المستفيدين سواء في مجال الدعاية أو الترويج لأنشطتها وخدماتها أو في مجال توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي الذي تحدد بتزويد المستفيدين بالمعلومات والأخبار أو أنشطة المكتبة. ضعف فعالية الاتصال بالاستنتاجات. ضعف فعالية الاتصال عبر مواقع الإلكترونية للمكتبات الجامعية، حيث أن هناك وجود خلل واضح في توظيف تطبيقات الإنترنت الاتصالية التفاعلية التي تعكس وجود تفاعل بين المكتبة الجامعية عينة الدراسة راعية الموقع الإلكتروني وبين المستفيدين، ويتبين ذلك من خلال عدم وجود عناصر مثل الاستجابة للبريد الإلكتروني أو توظيف غرف الحوار ومنتديات النقاش، لأن تم إرسال أكو عدة رسائل من خلال البريد الإلكتروني للمكتبة المذكورة ولم نحصل على أي إجابة. شكرا استاذ عبد الرحمن، الوقت مالتك انتهى يعني ان شاء الله، لان احنا اسف جدا يعني انا بدي نسمع يعني اكثر. الله يسلمك. بس يعني تعرف احنا معانا باحثين ملتزمين بوقتنا، ف خلاص يعني الف شكر جزيلا للاستاذ عبد الرحمن على عرضه الوافي لمفهوم تطبيقات الانترنت والإفادة منها من قبل المكتبات الجامعية في كونها هي الآن حلقة التواصل والاتصال بين المستفيد وإدارة المكتبة بما تقدمه من خدمات، وهو موضوع من الموضوعات الحقيقة المهمة. والآن دخل في موضوع يعني نفس الإطار اللي يتحدث فيه الأستاذ عبد الرحمن، وهي أن أغلب المكتبات المركزية أو الجامعية بشكل عام بدأت تحقق هذا الأسلوب التواصل من خلال تطبيقات على الحواسب، على التطبيقات على الحواسب أو على الهواتف الذكية. فبدأت هذه التطبيقات هي تكون حلقة الوصل، المكتبة تعطي خدماتها وتسوق لخدماتها من خلال هذه التطبيقات، والمستفيد يعكس اهتماماته وردود الفعل مالته. فهذا يعني من الأشياء التي أتمنى أنه تدخل في بحثك يعني أو داخله أو لم تدخل إن شاء الله.
البحث الآخر سيكون للباحثة رونق، موجود فضلي، رونق محمد كاظم، عنوان بحثها دور الخرائط المفاهيمية في تكوين المفاهيم الرئيسية لعمليات الفهرسة في المكتبات. الوظيفة الحالية للأستاذ رونق هي محاضر في كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة منذ سنة 2015، ولغاية الآن لها أنشطة بحثية علمية منها المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات علمية وثقافية متنوعة، عضو الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات، إلقاء العديد من المحاضرات العلمية حول المكتبات الجامعية ومناهج البحث، تأليف كتاب بعنوان المكتبة ومنهج البحث العلمي في العلوم الإسلامية لسنة 2018، ويعد منهجاً ومادة معتمدة لتدريس المرحلة الأولى في قسم الشريعة في كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة منذ عام 2015، مؤهلها الدراسي طالبة دراسات عليا دكتوراه مرحلة البحث والكتابة. أهلاً وسهلاً بالأستاذ رونق. السلام عليكم. استاذ رونق، حاولي تلتزمي بالعشر دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. لي شرف انه اكون على منصة الباحثين وحضرات الاساتذة اللي يسمعونا، يعني عمالقة كبار يعني في التخصص، فاهلا وسهلا بكم واتمنى انه اكون يعني الحسن الظن. عنوان البحث هو دور خرائط المفاهيم في تكوين مفاهيم رئيسية لعمليات الفهرسة في المكتبات. حقيقة عنوان البحث بالنسبة لخرائط المفاهيم واستخدامها في الإجراءات الفنية كان موضوع جدل يعني بالبداية، أنه استخدام هكذا مصطلح أو هذه الخرائط المفاهيمية في توضيح عمليات التدفق اللي تحدث في الإجراءات الفنية، وكذلك تسلسل هذه الخطوات وتوحيدها بالنسبة لبقية المكتبات. يعني كما نعلم أنه معظم الموظفين أو العاملين في المكتبات سواء الجامعية أو مختلف المكتبات الأخرى ممكن يجتهد في بعض الأحيان أنه يوضح بعض الأمور أو تكون هناك خطوات مختلفة فيما بينهم، فتكون اجتهادات مختلفة، معايير عدم الالتزام بها من جميع النواحي. ارتئينا أنه نأخذ الخرائط المفاهيمية اللي هي وفق معايير معينة وضحتها طبعا في عدة معايير، يعني من ISO والدار أعلم أيضا كانت موجودة فيها معايير لكل الإجراءات الفنية اللي تحدث. فالمحتويات اللي هي مشكلة الدراسة وأهدافها ومنهج الدراسة، وأيضا راح نتحدث عن خرائط المفاهيم استخدامها وأنواعها وكيفية بناء الخرائط والأمثلة عليها. التمهيد بداية إنه دور استخدام الخرائط المفاهيم اللي تعد تقنية جديدة أو حديثة في استخدامها بعملية التعلم والتعليم والمعرفة البنائية للإجراءات أو أي تخصص معين، لا يقتصر فقط على العمليات أو سلسلة هذه العمليات، وإنما ممكن استخدامها في عدة عمليات بنائية للمعرفة. أيضا تعتمد بحد ذات الخرائط المفاهيم على النظرية السيميائية اللي هي تأخذ من ثلاث جوانب: المعنى والدلالة والمفهوم. هي تعتمد على المفهوم بحد ذاته وكيفية شرح هذا المفهوم وتصوره بالنسبة للشخص باعتماد هذه الخرائط. كما نعلم أنه حضراتكم يعني أكثر علم بهذا المجال، أنه الدماغ مقسم إلى قسمين: الفص الأيسر والأيمن. كل فص من هذه الفصوص هو مسؤول إما عن حفظ والذاكرة والتعلم، والفص الآخر مسؤول عن الرسم والصور اللي يكونها عن ما يقرأه الدماغ. فالخرائط المفاهيم هي تقرأ الجانبين، فحتى تسهل عملية التعلم أيضا تبقى محفوظة إلى فترة زمنية جدا طويلة، أيضا تعمل على توحيد لهذه العمليات. الخرائط المفاهيم تمزج بين المفهوم والصورة، فتكون لدى المتلقي أو المتعلم أو اللي قائمين أيضا على عملية التعلم ببناء نظرية معرفية متكاملة ومتصورة دقيقة حول ما موجود وموجود من معلومات يريد التعلم منها. مشكلة الدراسة، احنا تفتقر مكتبات مراكز المعلومات في الجامعات العربية والجامعات المحلية ايضا الى توحيد رؤى معينة في عملية الاجراءات الفنية وتسلسل هذه الخطوات. بعد البحث او بعد المسح الاولي لعمليات بالجامعات الثلاثة اللي اخذتها،
كان هناك آراء مختلفة في الإجراءات الفنية. في كل جامعة أكو لعملية مثل إعداد بطاقة الفهرسة كان هناك رأي، لعملية إعداد الفهرس الآلي أو فهرس الورقي أيضا في تطبيقاته. كل رجيت إنه كل عامل أو كل موظف مسؤول في قسم معين هو يعني يجتهد في بعض الأحيان، في بعض الأحيان أكو المعايير نفسها ما مطابقة، يعني ما يستخدم نفس المعايير اللي موجودة. حقيقة هذه تسبب مشكلة جدا ضخمة، إنه تهدر في الوقت، أيضا راح تسبب ضياع الجهد اللي موجود في الإجراءات. الهدف من الدراسة طبعا تصميم خرائط مفاهيمية سلسلة عمليات الإجراءات الفنية، أيضا التعرف على هذه الخطوات اللي موجودة وتدفق هذه العمليات، والتعرف على أوجه التشابه والاختلاف في الخطوات اللي موجودة بين العاملين. إضافة إلى أنه ممكن التعرف على تأثير هذا الاختلاف في إجراء هذه العملية، والارتقاء بواقع عمليات الإجراءات الفنية بالمكتبات الجامعية من خلال نقطتين، اللي هي التعرف على كفاءة الإجراءات في المكتبات الجامعية وتشخيص مواطن الضعف وعدم الكفاءة في هذه الإجراءات. منهج الدراسة اعتمد الدراسة على المنهج المسحي الوصفي ومنهج دراسة الحالة. الأدوات المستخدمة هي كاتب ملاحظة مباشرة لسير وتدفق العمليات في الوحدات الفنية أو في الوحدات المكتبة الجامعية. في التوضيح أنه ما هي خرائط المفاهيم، هي رسوم بيانية أو تخطيطية تظهر العلاقة البينية بين المفاهيم والعلاقات والارتباطات المتداخلة بينها، تساعد العاملين ذوي الاختصاص على تحديد ترابطات وصلات مفاهيم الموضوع الواحد أو المجال المعرفي الواحد المحدد فيما بينها، وترتبط تلك المفاهيم ببعضها يا إما بأسهم العفو وخطوط متمايزة لتحديد العلاقة بين مفهوم وآخر. استخداماتها طبعا تقييم للمعرفة السابقة لدى المتعلم عن موضوع ما بغض النظر هل كان هو في أي تخصص من التخصصات، تقويم مدى تعرف وتفاهم المتعلمين للمفاهيم الجديدة، تخطيط لمادة الدرس أو المادة المراد تعلمها، تدريس هذه المادة وتلخيصها، أيضا تخطيط المنهج. واللي يهمنا بحد ذاته أنه هي استخدامها في عملية متابعة أو التدفق سير العمليات في الإجراءات الفنية أو في أي خطوات متسلسلة للتخطيط. طبعا هي لها عدة أنواع للأنواع الشبكات، العفو الأنواع الخرائط المفاهيم، الشكل العنكبوتي والشكل الهرمي والشكل المنظومي والشكل الخطي الممتد اللي هو يكون أفقي طبعا، وشكل ثلاثي الأبعاد، أيضا أشكال متعددة الأبعاد. خطواتها بناء عملية في بناء خرائط المفاهيم للعمليات، تكون يجب اختيار الموضوع الرئيسي أو الموضوع الأساس في هذه العملية حتى أكون فكرة واضحة عن هذا الموضوع أو هذا المراد التعلم عنه وتحديد المفهوم الأساسي، بعدين ثم تحديد مفاهيم الأساسية في كل فقرة، مفهوم الأساسي ومفاهيم أخرى، وضع خطوط تحتها، ثم إعداد قائمة بهذه المفاهيم وترتيبها ترتيب تنازلي تبعا لشمولها وتجريدها، تصنيف المفاهيم حسب مستويات والعلاقات فيما بينها عن طريق وضع المفاهيم. هنا يتضح أنه خرائط المفاهيم لها علاقة بتحليل المحتوى، أيضا لها علاقة بتحليل الوثائق للمعلومات، وإلى علاقة بإعداد مكانس لمفاهيم واضحة وموثقة، ونقول يعني أنه تكون موحدة. أيضا ربط المفاهيم المتصلة والتي تنتمي لبعضها البعض بخطوط، وكتابة كلمات مترابطة تربط هذه الخطوط لتوضيح العلاقات. أهمية الخرائط بالنسبة لإنشائها تسهيل حدوث التعلم بالمعنى، هذا اللي نقصد به أنه إحنا المفهوم حتى يرسخ في بال المتعلم أو في المخ حتى يحفظ طريقة تدفق المعلومات أو طريقة خطواتها وإعدادها، يجب أن يكون سهلة بربط المفاهيم وربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة للمتعلم. أيضا تجعل المتعلم قادر على تعلم مفاهيم ومعرفة العلاقات وأوجه التشابه والاختلاف بما ييسر تعلمها. تقود المتعلم إلى مشاركة فعلية في تكوين بنية معرفية متماسكة وأيضا متكاملة ومرتبطة بمفهوم أساسي، وتوفير مناخ تعليمي جماعي، توفير قدر من التنظيم الذي يعتبر جوهر التدريس الفعال، أيضا متابعة سواء المتعلمين أو الطلاب
على رؤية المعرفة المفاهيمية الهرمية الترابطية. حقيقة في تعليم مادة الإجراءات العفو الفهرسة الوصفية أو الفهرسة الموضوعية يحتاج الطالب كطالب في تخصص المعلومات والمكتبات وأيضا العامل في هذا المجال إلى أنه ترسخ في باله قواعد أساسية عن هذه المفاهيم واللي ارتباطاتها فيما بعضها. بإنشاء هذه الخرائط راح تكون من السهولة جدا أنه تتوضح عندهم. كنت أتمنى طبعاً إنه الصور موجودة لكن للأسف الباوربوينت هذا ما بيه يعني ما موجودة. حاولي تستعجلي أستاذ رنا لأنه وقت أهم النتائج اللي توصلت إليها الدراسة إنه خرائط مفاهيمية التقنيات ووسائل حديثة متطورة أثبتت نجاعتها أيضاً في عمليات التعلم والتعامل مع المصطلحات والمفاهيم وتطويرها في العديد من الميادين في المعلوماتية والتربية والتعليم وعلم النفس والإدارة والتسويق. ايضا تمثل ظاهره المفاهيم في ميدان المكتبات والمعلومات جوهر التقديم والتمثيل الوثائقي وممكن استعانه بهذه الخرائط في اعداد نظم وخطط تصنيف وكشافات وقوائم رؤوس موضوعات متخصصه تساعد ذوي الاختصاص في تطوير المكتبات الجامعيه ومراكز التعليم العفو مراكز المعلومات والمساعده التي ستتم في شطرها الفني في ادوات ووسائل وطرائق واساليب تنظم وتهيئ الارصده الوثائقيه للبحث والاسترجاع. أهم التوصيات اللي توصلنا لها أنه تأهيل وتدريب العاملين ذوي الاختصاص مواكبة التطورات الحاصلة في مجالات الإجراءات الفنية واستخدام تقنيات حديثة في تحسين وتطوير الأداء. ضرورة أن تعمل المكتبات الجامعية إلى وضع خطط تنموية واستراتيجية منتظمة لتحقيق الثبات وتوحيد الخطوات العمليات للإجراءات الفنية وتحقيق نسب عالية من المعايير المعتمدة في أداء تلك الإجراءات. دكتور إذا تسمح لي يعني بس عرض هذه طبعا وفق برنامج معين هو استخدام هذه الخرائط حتى توضح انه العلاقه او العلاقه بين المواضيع والمفاهيم اللي موجوده. كان استخدام برنامج ايدرو كونسبتوال مابس هذا يساهم في تصحيح وتوحيد المعلومات او الخطوات اللي يقوم بها في الاجراءات الفنيه. طبعا هي تقريبا اربع اجراءات او اربع خرائط في هذا المجال. شكرا استاذ رونق. بعدين راح تخلي أسئلة. أيوة. شكرا أستاذ رونق على هذا الموضوع وحسن اختياره لهذا الموضوع وهو أحد الموضوعات اللي تمثل اتجاه حديث في مجال التحليل المفاهيمي يعني في مجال التحليل الموضوعي وانعكاساته على عمليات البحث والاسترجاع المفاهيمي. يعني الآن الاتجاهات الحديثة هي الاسترجاع بالمفهوم وليس الاسترجاع باللفظ ولذلك هذا يدخل في إطار مفهوم الأنتولوجيا. أنتولوجيا المعلومات. فأنا أدي ورقة إن شاء الله في الجلسة القادمة تقريبا أكو تقارب مع نفس الموضوع فأهنيها على موضوعك وأشكرك. البحث الثاني للأستاذ المساعد جعفر حسن جاسم في عنوان بحثه مؤسسات المعلومات العراقية وتحديات البيئة الرقمية دراسة في برمجيات المصدر المفتوح. الأستاذ جعفر وظيفته الحالية الأمين العام للمكتبة المركزية جامعة ديالى له العديد من الأنشطة العلمية منها المشاركة في 25 مؤتمر وندوة علمية محلية ودولية وله 8 كتب مطبوعة 3 منها تدرس في جامعات عربية في كل من الجزائر وليبيا والأردن ونشر أكثر من 100 دراسة ومقالة في مجال التخصص ومجالات علمية وفكرية أخرى خارج التخصص نشر أكثر من 14 بحثا ومؤهله ماجستير في علوم المكتبات والمعلومات. تفضل أستاذ جعفر. جلسة علمية متاحة لنا. لا إن شاء الله بعدين دكتور. يلا تفضل أستاذ جعفر. كل مرئ النول الجميلة محببا وكل مكان ينبت العز جميل. أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم. كما تهاوى إلى مسامعكم فإن عنوان بحثي هو مؤسسات المعلومات العراقية. مثل ما تهاوى إلى مسامعكم فإن عنوان هذه الورقة البسيطة المتواضعة هو مؤسسات المعلومات العراقية وهنا أؤكد على أنها مؤسسات المعلومات العراقية لكي لا يفهم أنه دائما باعتبارنا نعمل في الجامعة يذهب اتجاهاتنا العقلية إلى المكتبات الجامعية وبالتالي فإنها مؤسسات المعلومات العراقية و
وتحديات البيئة الرقمية دراسة في برمجيات المصدر المفتوح. البحث ينطلق من إشكالية تكاد تكون ربما مشخصة من الآخرين أو ربما غير مشخصة من الآخرين. الإشكالية التي ينطلق منها هذا البحث، بالتأكيد كلنا نعرف أن البيئة الرقمية قدمت معطيات وبرامج لا يمكن التغاضي عنها أو تغافلها أو السكوت عنها في الوقت الذي هي متاحة بشكل مجاني للجميع، وبات على الجميع أن يستغل هذه الإمكانيات وهذه المعطيات وفقا لإمكانياتها، ولا سيما يفترض قيمتها العلمية والعملية لمؤسساتنا المختلفة في الدولة أو الحكومة، عفوا في الدولة العراقية. ومن هنا الذي نلحظه أن غالبية هذه المؤسسات لم تتوقف عند هذه البرامجيات أو هذه المعطيات التي قدمتها البيئة الرقمية بالشكل الذي يلبي طموحاتنا واحتياجاتنا الفعلية، ولذلك هذا يعتبر هو الجزء الأول من إشكالية البحث. على الرغم من أن الإشكالية الثانية تتمثل أن هناك البعض وربما لا يتجاوز أصابع اليد قد توقف عند هذه البرامج تدريساً وتدريباً وفي مراحل متقدمة من تخصص المعلومات والمكتبات، إلا أنها لا زالت لم تلبي الطموح الذي نرغب ونأمل أن تصل إليه مؤسساتنا المعلوماتية في العراق. الجانب الآخر، العديد من المؤسسات الأخرى ولا سيما المكتبات المتخصصة والمدرسية والعامة ربما لم تسمع وتعرف بماهية برمجيات المصدر المفتوح، على الرغم من أنها ربما أشيعة أو قدمت العديد من الدراسات، لكننا لم نتوقف. وربما هؤلاء المسؤولون في مؤسسات الدولة، ربما في وزارة التربية، ربما في وزارة الثقافة، في وزارة التعليم العالي، أيضا لم يتوقفوا عند هذه البرمجيات بالشكل الذي نطمح إذا ما قارنا مؤسسات المعلومات العراقية بدول الجوار على الأقل، لا نطمح ربما أو يكون سقف طموحاتنا كبيرا بالدول المتقدمة، وهذا ليس. الجانب الآخر، أنه العديد من المسؤولين والمهتمين بمؤسسات المعلومات في العراق وعلى الرغم من قيمة هذه البرامج ربما غفلوا أو تغافلوا عن قيمة هذه البرمجيات. الأمر الذي ترتب على ذلك هو بقاء مؤسساتنا المعلوماتية للعراق وللأسف على حالها إذا ما قرناها بدول المنطقة أو دول الجوار. النقطة الأخرى، غالبية مؤسسات وزارات العراق، إذا ما انطلقنا من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والوزارات الأخرى، ولا سيما أنه الغالبية الآن تعاني من الشح المالي أو من قلة الموارد المالية المخصصة، وبالتالي كان يجب أن تثيرنا هذه النقطة أو هذا الشح المالي أو المورد المالي، كان يجب أن يدفع بالمسؤولين والمفكرين أو ربما المسؤولين عن إدارة هذه المؤسسات في القمة الهرم في الوزارة أن ينتبهوا إلى ماهية برمجيات المصدر المفتوح، ولا سيما أنها برمجيات متاحة مجانا وعملية استخدامها ليست صعبة، بل هي التي تدرب الموظف وتدرب العامل في المؤسسة المعلوماتية نتيجة التسهيلات التي تقدمها، هي التي تدفعنا على أن نستغل هذه البرامجيات. وبالتالي على الرغم من أن هناك بعض المحاولات في مؤسسات ربما في وزارة التعليم العالي، لكنها بالحقيقة ما زالت دون مستوى الطموح. على الرغم أيضا أنه غالبية المسؤولين أينما نقف معهم ونتحدث معهم الكل يتحدث بحماسية وبدور إيجابي ويريد أن يحول المؤسسة إلى أفضل مما تكون، لكن الشعور فقط لوحده لا يكفي، علينا أن نحول هذا الحماس وهذه المشاعر باتجاه التطور أن نحولها إلى واقع عملي ملموس، وهذا ما لم يحصل وللأسف في غالبية مؤسساتنا. أيضا الإشكالية الأخرى، أنه من إشكالية هذا البحث كانت تتطرق إلى ما المقصود ببرمجيات المصدر المفتوح ولماذا برمجيات المصدر المفتوح، والأهم من ذلك ربما الأسباب التي تلزم مؤسسات المعلومات العراقية للجوء إلى برمجيات المصدر المفتوح والدوافع والعوامل التي تدعو مؤسسات المعلومات العراقية إلى استخدام برمجيات المصدر المفتوح وما إيجابيات هذا، والأهم من كل ذلك لماذا مؤسسات المعلومات العراقية
قد تأخرت باستثمار إيجابيات الـ ربما نركز على هذه النقطة، لأن أرى السيد رئيس الجلسة متحمس للالتزام بالوقت كثيرا، ولا يمكن إلا أن نطاوعه في هذا المجال. واسمحوا لي أن أستعرض على مسامعكم فقط لماذا أو أسباب تأخر مؤسسات المعلومات العراقية عن الركب الذي حصل لمؤسسات المعلومات في دول الجوار. نعم، النقطة الأولى أو السبب الأول، لم تكن هناك أبحاث ودراسات واسعة ومعمقة بالقدر الكافي من قبل مسؤولي مختلف مؤسسات المعلومات العراقية بالمستوى الذي يجعلهم يؤمنون إيمانا كبيرا بهذه البرمجيات. يعني للأسف، ونحن إذا ما انتقدنا فننتقد أنفسنا، يعني ما زالت العقلية تؤمن بالمكتبة كمكتبة، ولم تؤمن بالمكتبة، نؤمن بالمكتبة بامتلاك مصادر المعلومات. والآن البيئة الافتراضية لا تدعو إلى الامتلاك بقدر ما تدعو إلى الإتاحة. السبب الثاني، لا هو الطفر أخذ، هو لخص راح إلى شريحة حتى يعني التزاما وامتثالا للوقت. هنا في الأوراق هي سلطة الكرسي أقوى من سلطة الباقي. الحلول التي تأتي لهؤلاء المسؤولين، وأقصد المسؤولين بمختلف مواقعهم، نعم، والتي تساق لهم ربما هذه الحلول تأتي أغلبها أو أغلبها تأتي من خارج أبناء المؤسسة. وهنا الإشكالية ما بين عقلية المسؤول خارج المؤسسة والمسؤول داخل المؤسسة. قلنا سابقا عدم إيمان، فما بالك بالذي يأتي يطرح فكرة وهو خارج التخصص، طبعا تقابل بالرفض وتقابل. وبالتالي ربما هؤلاء على الرغم من التداخل الكبير ما بين تخصص المعلومات أو قسم المعلومات والمكتبات وقسم الحاسبات، إلا أن غالبية الحلول تأتي من أصحاب غير التخصص، واللي هم عادة أصحاب الحاسبات وتخصص الحاسبات. ولذلك هنا في تحسس، العقلية العراقية والعربية بشكل عام لا يوجد فيها شيء من المرونة وتقبل الآخر. إحنا ما زال عندنا الآخر يمثل لنا عقدة ومشكلة في كل حياتنا، حتى هذا التكامل الذي يدعو ما بين الرجل والمرأة ما زال عندنا عقلية لم تؤمن بهذه التكامل، فما بالك بالمسؤولية. يعني سيدي سادة العارفين، نعم. وبالتالي هنا يكون متخذ القرار متأرجح بين يؤمن بعمل أو بمبادرة جاءت من خارج التخصص، وعندما يعرضها على أصحاب التخصص بالتأكيد إذا كانت تضرب مصالحهم فتكون هناك، وعند شواهد كثيرة، وربما ليس الوقت بل يعني الوقت يسمح، ولكن لو طرحت الأمور بتفاصيلها الأمور ستأخذ منحى آخر، وبالتالي نتجنب الخوف في مثل هذه المسألة. وهنا نصبح رهينين متخذ القرار، وعادة متخذ القرار على مستوى مؤسسات المعلومات بالعراق، وأنا أتحدث من القمة إلى الأسفل، لا توجد إيمان مطلق بماهية مؤسسات المعلومات. ما زالت المكتبة إذا ما أخذناها كنموذج لمؤسسات المعلومات بعيدة عن البحث العلمي، بعيدة عن التعليم العالي. أما الآن جاءت المكتبة الافتراضية وابتعدنا. أنا أؤسس لثقافة، أؤسس لخطوات تجعلنا مندمجين ما بين أو ندمج ما بين البيئة الرقمية والبيئة التقليدية، وهنا نحتاج العمل في هذا المجال. نعم، النقطة الثالثة أو السبب الثالث، إن أغلب المسؤولين كنا نعرف، ربما العديد من الأخوة الحاضرين هم الآن أمناء مكتبات ومدراء مكتبات بغض النظر عن التسمية. نحن في المكتبات بما فيهم الشخص المتحدث مسؤول مكتبة في جامعة، ليس نحن أصحاب القرار لأي خطوة ممكن أن نخطوها، إحنا رهينين المسؤول الأعلى، وبالتالي المسؤول الأعلى لا يسمح أو لا يروق له أن يعمل يعني المسؤول عن المؤسسة المعلوماتية أو المكتبية بالتطوير إلا بناء على ما يؤمر به هو. وبالتالي هنا صارت عندنا المشكلة، إحنا إداريين وليس قياديين، وفرق ما بين الإداري والقيادي. الإداري يمتثل لتعليمات مسؤولة، لكن القرار القيادي هو الذي يتخذ القرار بعيدا عن الجدران الأربعة، يفكر خارج إطار المؤسسة، وشتانا ما بين الاثنين.
الغالبية وأنا تحدثت في أكثر من مكان، قلت لهم نحن كلنا إداريين، بل لن نصل حتى إلى مستوى الإدارة التي ممكن أن تعمل على التطوير، لأننا مكبلين بقيود وبتعليمات وبأشياء أخرى كثيرة. النقطة الرابعة والسبب الرابع أن أغلب المسؤولين الذين يرتبط بهم مسؤولي المؤسسات العراقية هم ليسوا ذوي التخصص، وهذه المشكلة على الرغم من أن هناك نماذج جميلة وجديدة وجديرة بالاهتمام وبالتقليد كانوا يديرون مؤسسات المعلومات العراقية وهم ليسوا من ذوي التخصص. لكن مشكلتنا الآن أنه كل المسؤولين في كل قطاعات الدولة من وزارة التربية من وزارة التعليم العالي من وزارة الثقافة هم ليسوا قريبين من مستوى أو من فهم وإدراك وقيمة ماهية المؤسسة المعلوماتية أو المكتبية، وبالتالي لا يؤمنون بهذه بقيمة هذه المؤسسة. النقطة الأخرى وهي هذه ربما أيضا واحدة من النقاط الكارثية، البيئة والعقلية المحيطة بمؤسسات المعلومات العراقية على الرغم من تزايد العدد الكبير من المتعلمين في الأوساط سواء الجامعية أو خارج التخصص، يعني الغالبية الآن ناس متعلمة، لكن لو نقترب من العقلية أو البيئة المحيطة بمؤسسات المعلومات نجدها أنها بيئة محبطة بدءا من المسؤولين وانتهاءا بالذين يكونون يديرون المؤسسة. عقلية المستفيد هي عقلية غير مشجعة. مشكلتنا حتى المستفيد عندما يأتي إلى المكتبة ويسأل عن معلومة ما ولم يجدها لم يشكل عامل ضغط على الموظف أو المسؤول عن المكتبة. تعرفون مثلا بالقرار السياسي هناك دول يسموها دول الضغط أو المجموعات الضاغطة حتى يتخذون قرار يضغطون على دول أخرى ربما ضعيفة حتى تساندهم أو على الأقل تعطي صوتهم. لكن المستفيد بالبيئة العربية ولا سيما أنا أتحدث عن مؤسسات المعلومات العراقية لم تكن عقلية ضاغطة على المسؤول وربما أو الموظف في المكتبة، وممكن هذا أن ينقل هذه المعاناة أو هذه الضغوطات إلى المستوى الأعلى. كل الذي يفكر فيه يأتي يسأل عن مصدر عن معلومة لم يحصل عليها ويديروجها، وأيضا إحنا أيضا ما نهتم بمطلب هذا المستفيد، وبالتالي كل التصور الذي عندهم سيد الفاضل إنه إحنا فقط نرتب الكتب ونصدقها ربما ونفهرسها، وهذه ربما غادرتها مؤسسات المعلومات من زمان أو من وقت بعيد. نعم، النقطة السبب الخامس البيئة الرقمية ولا سيما في جانب الإنترنت على الرغم من إيجابياتها الكبيرة التي لا تحصى ولا تعد لكنها أصبحت وسيلة للهو. الآن شوفوا لو بدأنا من البيت، لاحظوا الأم الزوجة الأخت في البيت 24 ساعة، الآن اضطرينا أن ننقل التلفزيون إلى المطبخ، الآن الموبايل أصبح وسيلة له. أنا شاهدت الكثير من النساء يعني من أقربائنا نتيجة اللي استخدمها أكثر النساء على رأسي اسمعوني بس اسمحوني والرجال قول والرجال لا دكتورة عفوا والله دكتورة لا بعد عدة دقيقتين لا بعد أنا عدال عندي قدامي الساعة دكتور ترى أنا عندي وقت يلا تفضل دكتور لا مشكلتنا وين أنتوا أيقيسوا لأنه هي تربية وثقافة وتنشئة لأنه الموبايل أصبح وسيلة وأنا لا أقصد الجميع لكن نسبة كبيرة حتى الرجال أصبحنا نلهو بهذا الإنترنت ولا يمكن أن طيب دكتور يعني أهم توصياتك بالموضوع نعم دكتور بس خلي ألقي لا مو إحنا بعد ما عندك وقت أنت خلي دكتور لا مو إحنا أهم بعد ورا إحنا باحثين وعندك يجاوب بالتعقيبات تقدر تحقق ما أعرف قرايبي بس عندك بالتعقيبات تقدر تفرق يعني. بس عفوا السبب الآخر إنه مشكلة المنهج عفوا مناهج البحث والتدريس هي التي ربما كانت وراء أسباب هذا التأخر يعني بطريقة عفوا بتدريسه بالطريقة التي لا تلائم معطيات العصر. الآن مسكنا بجانب وتركنا الجانب الحالي بتدريس منهج البحث العلمي والمكتبة لأنه الوقت لا يسمح. شكرا جزيلا لاستماعكم وآسف على الإطالة وشكرا شكرا أشكر أستاذ جعفر على ورقته
ومع اللي عكس فيها معاناته حقيقه ومعاناة زملائه في مجال التخصص. وان كان موضوع الورقه يتحدث عن برمجيات المصدر المفتوح، واللي هي برمجيات مثل ما تعرفون حضراتكم هي برمجيات جاءت لتسهيل المهمه في مجال المكتبات، وحتى مش فقط مكتبات، المصدر المفتوح دخل في كل التخصصات، يعني في البزنس، في المكتبات، في كل المجالات، وهي وسيله سهله ورخيصه، فبالتالي يعني يمكن الافاده منها في تطوير اعمالنا. مشكور دكتور جعفر. الورقه البحثيه القادمه للباحث صباح مهدي عمران. موجود صباح؟ استاذ صباح موجود؟ تفضل. الباحث صباح، الاستاذ المساعد، عفوا، الباحث صباح مهدي عمران الفتلاوي. عنوان بحثه سيكون التكشيف الآلي لمجلات في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، المشاكل والحلول. الوظيفة الحالية مكتبي، له العديد من الأنشطة وكتابات صحفية في عدة مجالات محلية. آخر مؤهل للأستاذ صباح هو دبلوم. أهلا وسهلا أستاذ صباح. السلام عليكم. عنوان البحث تكشيف الآلي المجلات في مكتبة عتبة العباسية المقدسة. قسمنا البحث إلى جانبين، جانب نظري وجانب عملي. ما موجود شريحة عندك هنا؟ لا الأخوان. لا أكو، لكن الأخوان موجود عندك هذا؟ لا. فرض عرف بموضوعك ولاني يعني. مستخلص الموضوع كيفية إيجاد الحلول لأهم مشكلات التكشيف وكيفية استخراج الكلمة الدلالية. لسه هاي ما تجمعوا هذا بحث؟ لا لو سمحت تعال، هذا مش البحث مالته، مو لي هذا البحث السابق لاحق. تم فكرة البحث تكشيف المواضيع المتواجدة في المجلات من أجل توفير الجهد والوقت لطلب المعلومة. التطرق إلى الإشكاليات والصعوبات التي تواجه موظف الأرشفة وخصوصا في المجلات القديمة. إيجاد مجموعة من الحلول العلمية والعملية لأن المشكلات التي تواجه موظف الأرشفة مثل استخراج الكلمة الدلالية. أهداف الدراسة: أداة قاعدة تكشيف آلي نموذجية سهلة الاستخدام. 2، تطوير نوعي في الخدمة المكتبية لمساعدة الباحثين في الوصول لمحتويات البحوث والمقالات بأسرع وقت وأقل جهد. أهمية البحث باختصار: استخدام الفهرس الآلي بشكل دقيق واحترافي للوصول إلى المصادر الورقية والإلكترونية تعود من ضروريات المكتبة في وقتنا الحالي. الجانب الاقتصادي: اختصار الوقت للجهد لإيجاد المعلومة وبالتالي تقليل المصروفات المالية على الباحث. الجانب الإداري: توضيح أهمية توجيه استراتيجية استخدام الفهرس الآلي للجهات الإدارية للمكتبات. تكشيف ضمن موجود ضمن طاقة البحث. لغات التكشيف هي الأهم المعتمدة لدى أهل الاختصاص: الطبيعية والاصطناعية والمهجنة. الطبيعية وهي اللغة غير المقيدة، أي لا يأتي فيها تقييد بأي شكل من أشكال ضبط المصطلحات كما يحدث في المكامز أو قوائم رؤوس الموضوعات. الاصطناعية المقيدة وهي اللغة التي يتقيد فيها المكشف بمنهجية محددة باعتماد على واحدة من أدوات الضبط العلمية المتاحة مثل قوائم رؤوس الموضوعات أو المكامز أو خطط التصنيف الحصري. اللغة المهجنة وهي اللغة التي تجمع بين لغتين سابقتين، وهي اللي تحقق أن استرجاع آلي حقيقة الجماعة بهذه اللغتين. أسأل جميع المشكلات والحلول. أولاً، البحوث أو المقالات التي لا تحاكي عناوينها محتواها.
ندخل بالمثال مباشرة. مقال تحت عنوان لقط العنف في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق العدد السادس مجلد الأول الصادر بتاريخ 21. إن هذا لقط العلم بينما الموضوع يتحدث عن العقيدة البوذية والبرهمية. من يجينا واحد يدور عن العقيدة البوذية والبرهمية تحت هذا العلم يستحيل يلقى برنامج الاسترجاع. نفس المجلة لكن عام 23 أوضاع العصرية. الأوضاع العصرية يعني ما يطلع هو بينما الموضوع هو لغة عربية. موضوع جميل وشيق. تحت هذا المسمى الأوضاع العصرية يستحيل يطلع. فنعطي كلمة دلالية ونذكر ذني الكلمات. اختلاف التسمية للدول والمدن والتضاريخ. إنشاء الإيصاء هذا الموضوع هنا في مجلة العدد السادس 2008 إنشاء عنوان إنشاء الإيصاء على مجرى نهر دجلة والمبادئ القانونية لمجاري المياه الدولية دون ذكر سد الإيصاء وهو المتعارف عليه إعلاميا بعد شو الأزمة العام الماضي. لو لم نذكر هذا اللفظ السد اليسا لما تحققنا الاسترجاع في العنوان الاول ليسا يستحيل. فالعنوان اليسا احنا كتبناه ضمن ذاكرة الباحث فازل الطيات بحثه. فلا بد من قراءة الموضوع واستخراج الاسماء الثانوية للمواضيع هاي موجودة في المدن والتضاريس. كذلك المدن القديمة مدريد يكتبها مدريد باريس بالزاي بلندينيا بلندا أو سوريا بالتال المدورة. يعني لابد من الانتباه لهذا حتى تحقق استرجاع عالي يذكر ذلك ضمن البحوث ضمن حقل الوعاء الثانوي والكلمات الدلالية. اختلاف التسمية للمؤتمرات الدولية. هنا المؤتمر يذكر عنوانه فيذكر طيات بحث. لكن من تجي مثل المطرقين هذا المثال اللي أمامنا موضوع عن تيسير تعليم النحو تجي بتعريفات جدا جميلة من ضمنها تعريف للعلامة المرحوم أحمد مطلوب تيسير النحو. هذه ما يذكرها لكن هاي من تفيد طالب البكالوريوس الباحث المختص. احنا كل كلامنا بذل المشاكل الباحث المختص هو يعرف شلون يستخرج لكن طالب البكالوريوس صعوبة عليه. فذني تسهيلات إلى في هذه التعريفات تعريفات لأساتذة من الدول العربية بهذا المؤتمر تذكرها بس مجمع اللغة العربية طل عنوان ما يطل موضوع بينما لابد من تكشيف العنوان واسترجاع المعلومة. الاتفاقات السياسية داخل مجلس الموجود أمامنا في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية الاتفاق الإيراني لحل الخلافات بين البلدين الموقع كذا كذا لكن المشتهر هو اتفاقية الجزائر. هذا من يريد يستخرج صعوبة عليه يعني بعض جنابكم تعرف ان اتفاق بس هذا طالب بكالوريوس اتفاق الجزائر مشكلة عنده ما يستخلصها. نقد المؤلفين نقد المحققين بنقد المحققين هنا يعني حطينا المربع نقد المحقق او تبيان وتحقيق الاخطاء التحقيقية لعله تفيد الاساتذة المحققين. اما نقد المؤلفين بعضه يطي بالغراف في عدد كتاب الطبعة وشي تنتهي لكن بعضه يكون نقد موضوع هام تستخلص منه موضوع ثاني لابد من استنتاج كلمة دلالية. مثال كتاب تاريخ الكويت ينقده ويراجع حمد الجاسم يذكر كأنما يعيب على المؤلف ما ذاكر أشياء من ضمنها حادثة الهجوم على كربلاء التي وقعت 1216-1820 ميلادي يعطي تفاصيلها وأسبابها ونتائجها. بالإمكان تكون دراسة مقارنة للمؤرخ من وجهة نظر الآخر لا بد من ذكرها. العنوان المختصر في فارس المجلة والمطول في موضوع صفحة العنوان لا بد من الرجوع إلى صفحة العنوان دون ذكر مثال ذلك هيمنة الهوية تجاوز الأمثلة حتى تستفيد من الوقت يعني ماشي. الأخطاء الطباعية واللغوية هاي ضر البحث بمفردة بنقطة فلا بد من تصحيحها على جانب الورقة بالقلم الرصاص. كلمة رئيس التحرير تضمن بحث مفيد ومقال سديد لا بد من استخلاص كلمة استنطاقية من النص بما يفكر بعقل المكشف وما يستنطقه باللسان الباحث لأن كلمة مفيدة ما يجب أن تهمل. النتائج تحقيق التكشيف الأمثل المصادر المكتبة
اثنين الارتقاء بنمط الخدمات التي تقدمها المكتبة، ثالثا حصول المكتبة على مرتبة رفيعة بين الأوساط المكتبية كون هذا العمل يحقق قفزة نوعية في العمل المكتبي، أربع حصول موظف المكشف على خبرة جيدة في المصادر التي تسهل عليها خدمة المستفيد. التوصيات: اختيار الموظفين الذين يتمتعون بعلمية ومعلوماتية عالية للعمل على التكشيف. اثنين التنسيق والعمل بين المكتبات لتوحيد الجهود وطرق التكشيف وإيجاد وسائل الاتصال فيما بينها عمليا وحول العمل المشترك للحصول على المعلومة توفيرا للوقت والجهد والمال. ثلاثة الاجتماعات الدورية للمكشفين داخل المكتبة حول الكلمات المفتاحية أو الدلالية المستخدمة لموضوع جديد أو الاتفاق حول نمط الكلمات الدلالية المستخدمة. الاستعانة بالأساتذة ذوي الاختصاصات العلمية لاستخراج كلمات دلالية للأبحاث العلمية الدقيقة. عدم الاعتماد على الكلمات الدلالية التي باتت تضيفها بعض المجلات لأننا وجدنا أن بعضها بعيدة عن صلب الموضوع. اعتماد اللغة المهجنة في التكشيف كونها ذات مرونة في استنطاق الكلمة الدلالية لبعض المواضيع ذات الطابع اللغوي المهم. عمل ضبط استنادي محلي لأسماء المؤتمرات والدول والمدن والتضاريس. يكون موقع عمل المكشفين ضمن قاعة المطالعة الرئيسية ليكونوا أقرب إلى الباحثين وذلك لفهم أفكارهم وتكوين صور أكثر واقعية للكلمات الدلالية. شكراً. مراجعة الفهرس الآلي بين الحين والآخر للكلمات الدلالية لاحتمال تغييرها وسط ألسن المستفيدين. شكراً لحسن الإجراء. ألف شكر أستاذ صباح والتزامك بالوقت. وموضوع من الموضوعات المهمة وعكس فيه تجربته يعني في من خلال مجالات عمله وهو ما يتعلق بموضوع التكشيف وأهمية التكشيف والتحليل الموضوعي وانعكاساتها في عملية استرجاع المعلومات. عندما تتحقق دقة التكشيف راح تتحقق دقة الاسترجاع في المعلومات ومن هنا تنبع أهمية التكشيف في هذا المجال. ونؤكد على أن يقوم بعملية التكشيف شخص لديه خبرة في تخصص موضوعي معين لموضوع التكشيف زائدا الخبرة الفنية في عمليات التكشيف. شكرا. الآن الورقة التالية لعدد من الباحثين وهم الباحث علي عبد الرضا رسول موجودين، نعم، الباحث حيدر حسن عبد عون، والباحث محمد عبد الرزاق حبيب، والباحث حسين محمد إبراهيم حسن. عنوان الورقة: الضبط الاستنادي في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ودوره في بناء الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين. حضرتك نعرف أستاذ علي. الأستاذ علي عبد الرضا رسول السعدي، مؤهلات العلمية بكالوريوس كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصاد سنة التخرج 2006، المسمى الوظيفي مفهرس في مركز الفهرسة ونظم المعلومات مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية. الخبرات وأماكن العمل: فهرسة الأوعية المطبوعة والإلكترونية، الكتب والرسائل الجامعية، والضبط الاستنادي. الدورات والمشاركات: دورة في قواعد الفهرسة الحديثة حسب واو ألف ميم، دورة في الضبط الاستنادي الخاص بالأسماء، تدريب موظفي المكتبات على تطبيق قواعد وام في برامج كوها، تدريب أمناء المكتبات المدرسية على كيفية تصنيف الكتب حسب الفئات العمرية لطلبة المدارس، والمشاركة في الملتقى العلمي الثاني للفهرسة والتصنيف الذي أقامه مركز الفهرسة ونظم المعلومات مكتبة العتبة العباسية في شباط 2017. تفضل أستاذ علي. أرجو الالتزام بالوقت في 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث المرسوم بعنوان الضبط الاستنادي في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ودوره في بناء الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين. في بادئ الأمر لابد من توضيح الاستنادي وما هي قوام الاستنادي. طبعا الاستنادي هو الرجوع إلى مستند يوحد طريقة العمل ويجمع بطاقات الفهرس في رؤوس معينة، سواء كانت تلك الرؤوس عبارة عن أسماء أشخاص أو مؤتمرات أو مواضيع مقننة. أما قوام الاستنادي فهي من أهم الأدوات التي تضبط وتقنن أسماء الأشخاص في فهرس المكتبات، وتحاول كل مكتبة أن تستخدم هذه القوائم لتضمن عملية توحيد العمل بين العاملين في تلك المؤسسات، وعليه تظهر الحاجة إلى ملف إلكتروني عراقي متاح ومجاني وحد صياغة اسم المؤلف العراقي في المكتبات ومراكز المعلومات.
طبعا لخصنا مشكلة الدراسة في تشتت مداخل الأسماء المؤلفين العراقيين ما ينتج عنه اختلاف القواعد أو السياسات المتبعة وترتيب البطاقات وحسب رأيك في المرتبة أو اختلاف بين المفارسين ما يجعل الباحث يضيع بين اجتهادات المفارسين فضلا عن الوقت والجهد الذي يبذل للتأكد من اسم المؤلف ولقبه، وهذا ما دعا مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة إلى تبني مشروع الملف الاستنادي العراقي بحيث يجعل المفارسين في المكتبات يرجعون إلى قائمة وأسماء عراقية موحدة في موقع الإلكتروني المجاني المتاح أمامهم، توفر الوقت والجهد والاسم في خلق البهارات ذات جودة عالية، وتسعى الدراسة إلى معرفة تحقيق المشروع الأهداف والغايات التي أنشأ من أجلها من خلال الإجابة على التساؤلات التي تطرحها الدراسة. أهداف الدراسة لخصناها ست نقاط، هي من أهمها مدى أسهام المشروع في حصر وتوحيد أسماء المؤلفين والباحثين العراقيين والمعايير التي تم اعتمادها في عملية التوثيق والتحميل، ونقاط الإتاحة والوصول التي توفرها الملف الاستنادي العراقي في عملية البحث والاسترجاع ومعرفة المعلومات التي توفرها عن كل مؤلف. مدى أسهام المشروع في توفير ملفات استنادية مشتركة على مستوى محلي أو الإقليم أو الدولي، ومدى إمكانية تبادل التسجيلات الاستنادية مع المكتبات الأخرى لتقليل التكلفة والوقت والجهد. التدابير المعتمدة في صيانة ومراجعة الملف الإلكتروني الاستنادي. مدى أسهام مشروع الملف الاستنادي في تحقيق التراوط بين أشكال المختلفة للمداخل وتحقيق الدفع عند الاسترجاع. طبعاً المنهج الدراسي اللي استخدمناه في المشروع هو المنهج الوصفي دراسة حالة. فكرة المشروع الملف الإسنادي العراقي انطلقت من كثرة النتاج العلمي وتحديث القواعد الفارسة واتباع سياسات حديثة في تحديد المداخل بقية المكتبات ومراكز المعلومات العراقية في السنوات الأخيرة تتبع سياسات القواعد الفارسة القديمة بسبب الظروف الصعبة التي مر بها العراق، أدت إلى اختلاف الرؤى والسياسات المتبعة بين المكتبات ومراكز المعلومات العراقية. أدى هذا الاختلاف إلى تبعثر النتاج العلمي لعدم وجود سير موحدة ومقننة للمداخل الرئيسية لأسماء المؤلفين في المكتبات ومراكز المعلومات العراقية. أرتأى مركز الفارسة نظم المعلومات التابع للعتبة المكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة أن يتبنى فكرة إنشاء مشروع الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين بحيث يوحد صيغة مداخل المؤلفين العراقيين تحت صيغة واحدة، وكذلك إضافة العناوين المرتبطة بالمؤلف وأماكن تواجدها في المكتبات العراقية لتوفير قاعدة بيانات مرجعية. ويمثل المشروع خدمة وطنية جديدة يسهل عملية البحث والاسترجاع ويقلل الوقت والجهد في البحث عن المؤلفات من خلال جمعها في مكان واحد وصيغة موحدة في موقع الإلكتروني مجاني متاح. طبعا هناك عدة خطوات المشروع، من أهمها وضع استمارة ضبط أسماء المؤلفين حيث يقوم صاحب الإنتاج الفكري بتعبئتها وإرسالها إلى مركز الفارسة نظم المعلومات، حصر أسماء المؤلفين من مواقع مؤلفاتهم، فأعمال المؤلفين تكون أحد المصادر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في توثيق الأسماء الاستنادية فضلا عن مصادر أخرى مثل الفهارس ومصادر التراجم والمواقع الإلكترونية وغيرها من مصادر المعلومات، مخاطبة المؤلفين عند وجود نقص أو خطأ بالبيانات المطلوبة للتسجيل الاستنادي عن طريق الاتصال بالهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال. إذا كان المؤلف متوفي يمكن ملء الاستمارة عن طريق أبنائه أو المقربين له وإرسالها إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤلفين العراقيين. القيام بعملية تحقيق وتقنية تسجيلات وفق قواعد الفارسة وخاصة قواعد الفارسة الحديثة الـ RPA لاعتمادها كتسجيل استنادي. طبعاً هاي معايير التوثيق اللي اعتمدناها لضيق الوقت أنا رأسنا ضد المشروع. طبعاً هذا هو المشروع الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين. هو طبعاً ثلاث مشاريع مشروع واحد. المشروع الأول هو موقع المكتبة من الخريطة، والمشروع الثاني هي بيبلوغرافية المكتبات أي شرح مختصر عن كل مكتبة من خلال أوقات الدوام واختصاص كل مكتبة، والمشروع الثالث والأهم هو الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين أي جمع المؤلفين بملف واحد وذكر مؤلفاتهم وأين توجد تلك المؤلفات في أي مكتبة. طبعاً هاي أمثلة عن المؤلفات اللي قسم الاستنادي اللي نعمل عليه صار تقريباً 3 سنوات، جمعنا بال 40,000 اسم
استخرجنا عن طريق حقل 370 الخاص بالأماكن اللي تحتوي على كلمة العراق، اختزلناها ب 4000 اسم عراقي اشتغلنا عليه وضفناه للمشروع. فيتكون طبعا المشروع من اسم الشخص، طبعا هو اللي يكون اسم المخلوق، وهذا الاسم يكون هو طبعا الأشهر، وإضافة تواريخ إذا وجدت، طبعا تواريخ ولادة وفاة وغيرها. ومجال العمل، مجال عمل المؤلف سواء كان مؤرخ أو غيرها من العلوم والمهنة والذكر واللغات التي يكتب بها وليس التي يتحدث بها. وكذلك حالات اسم المؤلف والمصدر الذي يؤخذ منه المؤلف. طبعا واجهة المشروع هي كالتالي، طبعا أهم شيء بالمشروع أنه حصر المؤلفات وذكرها وأين توجد تلك المؤلفات عن طريق الأيقونة الموجودة في نهاية كل عنوان. إذا وضعنا المؤشر على الأيقونة طبعا راح يذكر العنوان الموجود بأي مكتبة موجود هذا العنوان. طبعا هاي أمثلة، هاي محمد بن الجواهري، ولادته، مكان وفاته، مجال العمل، المهنة، اللغات التي تكتبها، العناوين، أين توجد تلك العناوين، طه باقر كذلك، شيخ أحمد الوائلي. طبعا أهم النتائج، أسهم المشروع في حصر وتوحيد أسماء المؤلفين والباحثين العراقيين في قائمة استنادية موحدة متاحة في موقع الإلكتروني، وكذلك معرفة أماكن تواجد مؤلفاتهم في المكتبات. تعمل كمحور ربط بين السير المختلفة لأسماء المؤلفين من خلال الحالات المتوفرة أنظر وأنظر أيضاً، والتي تعمل على تسهيل البحث. سهولة الوصول للأسماء عن طريق الملف الإسنادي الإلكتروني من خلال عملية البحث والاسترجاع، كذلك يوفر قاعدة بيانات عن المؤلف. وجود تدابير معتمدة في صيانة ومراجعة الملف الإسنادي الإلكتروني. تعمل على تخفيف تكلفة الإعداد والصيانة وتوفير الوقت والجهد. تسهم في خلق قهار ذات جودة عالية. أهم التوصيات، حث المكتبات ومراكز المعلومات العراقية للاشتراك في وقع الملف الاستنادي المؤلفين العراقيين عن طريق إرسال البيانات الخاصة بهم مركز الفارس والمعلومات لتقنين الأسماء لتقنين الأسماء وفق القواعد الحديثة وجعلها متاحة في الموقع الإلكتروني. دعوة المؤلفين العراقيين الذين لم توجد بيانات لهم في ملف الاستناد العراقي أن يكتبوا سيرة ذاتية كما وصلت بالاستمارة الإلكترونية الموجودة على الموقع. ضرورة تواصل المكتبات مع معلومات تجارة موقع المشروع والتصير الموحدة للمداخل. شكرا أستاذ علي، حقيقة الموضوع جدير بالاهتمام، فأبدأ بنفسي وأوصيكم زملائي وزملاتي بدعم هذا المشروع وتجديد أسماءكم وذكرها ونتاجكم الفكري من أجل أن تكون هناك قائمة استنادية متكاملة للنتاج الفكري العراقي. ألف شكر للباحثين الأفاضل. أترك 10 دقائق للنقاش السادة الحضور إذا كان لديهم أي تعقيب أو ملاحظات بشكل مختصر، حتى لو تكون ملاحظة واحدة أرجو أنه حتى نختصر الوقت بالعشر دقائق. فأي واحد يحب لديه تعقيب تفضل، كان أول طلب لك، تفضل أستاذ. نعم، ورقة بحث عندك؟ دكتور أزهر قالوا ما تعرض، قالوا ما تعرض، قالوا خلص إنه هذا، فخلص عندنا الأوراق انتهت. طيب، فإذا كان في حد عنده أي استفسار أو سؤال بعد إذنك دكتورة، هو يعني الأسبق. نعم تفضل. رجاء استاذ ايمن قول من الباحث اللي تحب يعني ايوه حتى يكون جاهز. سؤالي للباحث صباح مهدي عمران في موضوعه المعامله المنهجيه الموضوعيه التحليليه للتكشيف الالي لتوزيع دراسه التطبيق. يعني سؤالي الحقيقه هو يعني لماذا نحن مصرين على عمليه التكشيف حتى الان كل مكتبه على حده؟ يعني هذا الشيء كان حقيقه مطلوب في الماضي، لكن الآن هناك شركات كثيرة تتيح عملية التكشيف للدوريات العربية بشكل مرحوب، فالأفضل هو الاشتراك رأيي، يعني الأفضل هو الاشتراك في أي شركة من هذه الشركات والاستفادة من التكشيف
وقاعد قواعد البيانات التي يتوح لها أفضل من عملية التكشيف مرة جديدة داخل المكتب. شكرا. السؤال الآخر أستاذ صباح موجود؟ أستاذ صباح؟ طيب تفضلي دكتورة، دكتورة نعيمة. نعم إن شاء الله. اللحظة الأولى للأستاذ عبد الرحمن بالنسبة للوقت، ما في هناك نقطة خمسة لم أفهمها ولا يمكن أن أصدقها حقيقة. يقول بأنه يمكن للمستفيد أن يعقب على مواد الفهارس. كيف يعقب على مواد الفهارس في الفهرس؟ يعني هذا إحنا المشكلة دكتورة، بعض الباحثين طلعوا. أستاذ عبد الرحمن موجود؟ كنا نتمنى. نعم. في سؤال آخر بالنسبة للأستاذة رونا حول الconceptual map، هناك فرق يا أستاذ ما بين البرامج التي تنظم لكي الأفكار والمفاهيم وبين البرامج التي تحلل الأفكار وترسم لكي خلفها، وهذا هو المقصود بالconceptual design. فالبرنامج الذي اعتمدت فيه هو برنامج ينظم وليس برنامج يحلل الأفكار مثل الإيدرومانس، بينما هناك برنامج آخر هو برنامج أطلس، وبرنامج أطلس عادة يعتمدون في التحليل الكمي لأنه يأخذ الأفكار وخصوصا مع المقابلات وغيرها ويحللها، وفي هذا البرنامج يستوي معا الكلمة الحرة اللي هي كلمة الباحث أو المتحدث وكلمة رؤوس الموضوعات والواسطات من المكانس، كلها تصبح لغة طبيعية واحدة في داخل هذا البرنامج. فلذلك الكونسبشوال ديزاين هو الذي يعتمد على التحليل الفكري وليس التنظيم للأفكار. بالنسبة للأستاذ جعفر طموح جدا وأسلوبه في الخطاب أعجبني كثير، وأن حاولت أن تربي من في القاعة يعني من النساء، ولكن دعني أخبرك بشيء، إنه برمجيات المصدر المفتوح هي تجارة في كثير من الأحيان وفيها الكثير من المخاطر، ولكن اللي علينا أن المكتبة أن توجه ثقافة الاستخدام أكثر من طريقة الاستخدام، لأنك ستفقد كل البرايفسي اللي عندك لو استخدمتها وأنت في الأونلاين، ولذلك عليك أن تكون حذر. فبقدر ما هي متاحة ومجانا ومغرية ولكنها مؤذية أيضا في نفس الوقت. وأعطيك مثال جرين ستون مثلا، تقدر تخزن كل بحوثك ولكن اللحظة التي تخزن بها تفقدها، تفقد كل الخصوصية اللي عندك. إذا بقت المكتبات تركز على المصدر وتعالي يا مستفيد لح علينا حتى نعطيك المصدر، فسوف لن تكون قائمة للمكتبات أبدا وستبقى مكتبة، ولكن لكي تصبح مؤسسة معلومات عليك أن تركز كيف تعطي معلومة وليس أن تعطي مصدر. بالنسبة للأستاذ صباح حول التكشيف الآلي، هذه تجربة في 1985 الدكتور جاسم موجود، كانت مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي واعتمدنا برنامج وصدر لنا كتاب اسمه التكشيف الآلي للوصول إلى الدوريات. ووجدنا أن التكشيف الآلي هو حقيقة كما يقوم به جوجل الآن، أنا أبحث عن موضوع فإذا بالموضوع ينتج جزء من عنوان مصدر أشار له المصدر وليس هو موضوع ذلك الكتاب. ولكن هل حاولت مع تجربة الوورد بروسيسور أو جوجل درايف مثلا؟ وورد بروسيسور يقولون فين الكلمات المفتاحية يعطيك إياها وترك له موضوعات ويعطيك إياها، وبعدين أشوف العلاقة بين الموضوع وبين الكلمات المفتوحة. أنا مسرورة جدا لمثل هذه الموضوعات، ولكن نحتاج أيضا أن نشتغل بالصف حتى نخرج بنتائج. شكرا 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 دكتورة. في معقب واحد بس إذا كان أحد. طيب جعفر تفضل جاوب. تعقيب عندك؟ طيب نسمح للأخ تعقيب وحتى نعطيك الفرصة. تفضل. السلام عليكم. سؤال للباحث أو أستاذ علي عبد الرضا أو زملاء لكانوا موجودين عن موضوع اللي هو ضبط الاستنادي في مكتبة وزارة مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ودوره في بناء الملف الاستنادي للمؤلفين في العراقيل. طبعا الخطوات اللي ذكرها استاذ علي هي خطوات معياريه ومهنيه صراحه، مثل ما ذكر قال انه ذيك العناوين اللي يصدرها كل مؤلف من المؤلفين شرط ان احنا نسوي له مدخل استنادي.
الاستنادي او عندنا المدخل واحد توحيد المدخل الاستنادي نضيف العناوين اللي تصدر هذا المؤلف، لكن شنو اللي يضمن ان احنا نعرف كل العناوين اللي اصدرها مؤلف من المؤلفين التنظيمه؟ ممكن اصدرها في العراق راح نعرف بطريقه او اخرى. زين، اذا المؤلف اصدر كتاب اخر في لندن، مش مدرينا انه احنا اصدر كتاب في لندن. شكرا شكرا، سمعك اصور السال علي موجود. تفضل استاذ جعفر، اخذ المايك. المايك حتى تقعد مكانك ممكن تتحدث. شكرا جزيلا حقيقه، يعني شهاده اعتز بها من استاذتي الدكتوره نعيمه وانا اخذ بها، وكذلك اعتز بالشهاده التي ادى بها استاذي الدكتور عزيز. الحقيقه طالما ان الموضوع اثار الاهتمام بالموضوع له صدى في يعني عقول الحاضرين، وهذا يعني اقل احتماليه ممكن. الحضور يعني متخصص، احنا بدنا نوصل صوتنا لغير للمسؤول، وغالبيه المسؤولين هم غير متخصصين. ايضا بدنا نوصل صوتنا للمستفيد، طبيعه المستفيد. انا تحدثت عفوا انا اقدم شهاده تقديريه. اوكي، انا راح اختم هذا، خلصت تمام. بعد سيد الاستاذ محمد تمام، على الاداره التي تتبع لها المكتبه او المؤسسه، بالامكان ان نغير من المفاهيم والثقافه والتنشئه، ويكون لدينا حضور في عقل المسؤول. وهذا اللي ما يصير، انه لا زال المسؤول، احنا الان ولا زلت اصر على اننا اداريين، وايضا ليسوا بمستوى الاداره الطموح، ولكننا ليس اداريين. وعمليه حتى عمليه تبني على سبيل المثال اي برمجيات المصدر المفتوح لم تتم الا برضا او بموافقه المسؤول. وبالتالي المسؤول عن اداره المؤسسه المعلوماتيه لم يكن هو صاحب القرار ولا صاحب الخيار، بل يعرض عليه، والمسؤول ليس متفهما ولا يدري بخبايا والزوايا التي تدور في. شكرا استاذ احمد، نعطي فرصه لاخر. استاذ احمد شكرا جزيلا على سؤالك. نحن بالنسبه لنا موقع الملف الاستنادي العراقي خلينا استماره على الموقع عن طريق هذه الاستماره، يعني يقدر المؤلف اذا الف كتاب يقدر يعني يرسل لنا اسم الكتاب مالته عن طريق الاستماره، واحنا نضيفه عن طريق المعلومه اللي تجينا احنا، ما خليك لنا اي كتاب او اي معلومه. يعني الضمان اللي انا راح اوصلك هذا اللينك اللي وصلت لي اياه لكل المؤلفين. اي نعم. يعني شلون اوصلهم اياه؟ ما ممكن. يعني احنا الموقع مالتنا موقع مجاني. موقعنا متاح مجاني، من خلال اضافه مؤلف انت تقدر تدخل على الاستماره، اضافه مؤلف، ففي بيانات موجودة، من ضمنها إضافة العناوين، فتقدر تضيف عنوانك ترسله مرة ثانية. لا لا رجاء لا رجاء رجاء خلي واحد يتكلم. اي نعم. اي تفضل استاذ. يعني هل المقصود حصر العناوين اللي الفها المؤلف ولا مجرد على سبيل المثال؟ لا، العناوين اللي الفها المؤلف كلها يرسلها عن طريق الاستماره. طيب افرض في عناوين ناقصه غير موجوده، تحديث في عمليه التحديث كذا يريد تحديث. هو شخص هو المؤلف، هو مسؤول عن المؤلفات، احنا مو مسؤولين يعني عاملين له اكسس يستطيع ان يدخل ويحدث. هو يحدث تمام، واضح وضحت وضحت الصور. انت سؤالك كيف المؤلف يحدث؟ يقول لك في اكسس تقدر تدخل على السيستم مفتوح وتقدر تحدث بياناتك. يعني اسف للمقاطعه معي، تفضل. انه يعني يكون اكو ضمان انه كل المؤلفين راح يوصلون لهذا الملف ويضيفون اساميهم، طبعا هذا ما ممكن، هي هنا الخلل يعني مو بيك. يعني احنا الموقع مجاني ونسوي ان شاء الله جلسات. لا وجود مبارك طبعا، انا قلت لك من ضمن الناس اللي وصل لي اللي اضيف اسمي. والاليه موجوده ان شاء الله ويقدر يدخل وعنوان البيانات ان شاء الله. بعدين رجاء رجاء التعقيبات الاخرى هو موجود ممكن تساله، لانه احنا وقت الوقت خلص. نعم الوقت خلص، فموجودين هم الاخوان وممكن ان تتحاذوا معهم بعد. فعموما انا في ختام هذه الجلسه اشكر الاخوه الباحثين على اوراقهم، واشكر الحضور على تجاوبهم وتفاعلهم مع الباحثين، ونسال الله التوفيق بحق محمد وآل بيت محمد. شكرا. الان تفضل. الأستاذ راجل حسناوي عضو مجلس إدارة الأدب العباسية المقدسة.
لتوزيع شهادة مشاركة للدكتور صباح كله، فليتفضل المشكور. عليكم السلام. ان شاء الله ان شاء الله. الان اخواتي والمشاركين الباحثين يتفضلون. الاستاذ الدكتور خلود العيبي استاذ المدرس عبد الرحمن محمود، استاذ عبد الرحمن محمود، استاذ جعفر، حسين محمد إبراهيم، دكتور عبد الرحمن، دكتور